رصد مركز حقوقي 118 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر الماضي في محافظة تعز. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره الشهري أن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنياً وإصابة 38 آخرين بينهم أطفال ونساء. وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي تسببت بمقتل 13 مدنياً بينهم 4 أطفال وامرأة وإصابة 22 آخرين بينهم 6 أطفال و8 نساء جراء القصف والقنص والألغام التي زرعها الحوثيون. وأشار التقرير إلى مقتل 10 مدنيين بنيران مسلحين خارج إطار الدولة وآخرين مجهولين، كما أصيب 15 مدنياً برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة، وستة مدنيين آخرين أصيبوا في قصف مدفعي من قبل أفراد يتبعون فصائل متعددة في الجيش الحكومي وفق التقرير. ووثق المركز الحقوقي حالة اختطاف واحدة وحالة اعتداء ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة. ورصد الفريق الميداني 3 حالات انتهاك لممتلكات عامة و52 انتهاكا للممتلكات الخاصة، تنوعت ما بين تدمير وتفجير للمنازل وتضرر المركبات، وجميعها ارتكبها الحوثيون، فيما قام مسلحون خارج إطار الدولة بإحراق 8 مركبات خاصة. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.